النهاية، ونسير بكم مع مقدمة هذا الشوط. رأس الهود في المركز الأول لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة المضمر مطر بن سيب بن لاحد الهاجري. ننتقل إلى المركز الثاني، شاهين في المركز الثاني لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة المضمر سهيل بن مبارك بن مرخان الاجتبي. المركز الثالث الحباس يغير وينتقل إلى المركز الثاني مياس في هذه اللحظات لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة المضمر مسري بن سالم بالعرطي الحميري. وفي المركز الثالث شاهين لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، لكن التغيير من شاهين يغير إلى المركز الثالث في هذه اللحظات لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن فيصل آل ثاني بقيادة المضمر سالم بن عامر المدهوشي. وفي المركز الرابع، المركز الرابع شاهين في هذه اللحظات، لكن أرى شعار هجن العاصفة يتسلل إلى المركز الرابع مع شاهين لهجن العاصفة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. وفي المركز الخامس ناخذ اللي في المركز الخامس شاهين لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة المضمر علي الحاج السوداني. وفي المركز الثالث شاهين في المركز الثالث لهجن الرياسة بقيادة المضمر صالح بن سعيد بالعري المري، يتسلل وينتقل إلى المركز الخامس في هذه اللحظات. المركز السابع الحباس، في المركز السابع لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة المضمر عتيج بن سالم بالعرطي الحميري. وفي المركز الثامن، المركز الثامن رقناد لهجن العاصفة بقيادة المضمر الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. المركز التاسع ناخذ اللي في المركز التاسع من الجانب الثاني شاهين لسمو الشيخ زايد بن سيب بن محمد آل نهيان بقيادة المضمر أحمد بن عبد الله اللي يضمر شاهين. وفي المركز العاشر ناخذ اللي في المركز العاشر في هذه اللحظات شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة المضمر سيب بن أحمد بن خريدة. هذه النتيجة، هذا أول ندى للمراكز العشر الأوائل. نرجع وإياكم أيها الحفل الكريم مشاهدين الكرام إلى مقدمة هذا الشوط وإلى سلهود. سلهود لا زال مسيطر على مقدمة هذا الشوط منذ البداية وحتى هذه اللحظات. سلهود لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد. ها هو سلهود لا زال مسيطر على مقدمة هذا الشوط لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم بقيادة المضمر المنتشي مطر بن سيف بن لاحد الهاجري. شاهين بدأت الآن تظهر خطورته أكثر وأكثر، يتسلل ضيف الميدان رافع راية التهديد، بدأ يتسلل، بدأ يغير، بدأ يندفع إلى مقدمة هذا الشوط. يا سلام لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم آل ثاني، لكن التسلل هنا من شاهين أيضا غادم بقوة مع شعار هجن الرياسة بقيادة المضمر صالح بن سعيد بالعري المري، دافع بشاهين إلى المقدمة على مقدمة هذا الشوط. ننتقل إلى المركز الثاني، قناد غادم بقوة، قناد لهجن العاصفة بقيادة المضمر الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي، لكن شاهين من الجانب الثاني، شاهين أيضا لهجن العاصفة بقيادة المضمر الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. يا سلام، المعركة شديدة، المعركة طاحنة بين شاهين وشاهين، شاهين لهجن الرياسة وشاهين لهجن العاصفة، المعركة طاحنة. يا سلام، شاهين يتسلل مع العاصفة إلى المقدمة. يا سلام، شاهين لهجن العاصفة بقيادة المضمر الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. يوفن السبق ولا يخلف النعم بالواثق وتضميره. يا سلام يا سلام يا سلام على أداء شاهين وعلى أداء هجن العاصفة. ها هو شاهين وقناد في المقدمة. يا سلام، شاهين يقترب من خط النهاية، يقترب من المنصة الرئيسية. تهانينا لمالك هجن العاصفة سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، والتهنئة أيضا مصحوبة
الى المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي مع قناد ومع شاهين المركز الثالث، شاهين لهجن الرياسه المركز الرابع، شاهين لسعاده الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم ال ثاني وفي المركز الخامس. المركز الخامس الهود لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. التوقيت الزمني ساعة وصول قناد وشاهين إلى خط النهاية. نشوف ها هو قناد يتسلل في اللحظات الأخيرة على حساب زميله شاهين إلى المقدمة. ها هو قناد 6:10 سبعة أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن العاصمة، تهانينا للمضمر الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. شاهين في المركز الثاني 6:10 ثمان أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة، تهانينا للمضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي والذي وصل في المركز الثالث. شاهين 6:12 بلوها التمام. تهانينا لهجن الرئاسة، تهانينا أيضا للمضمر صالح بن سعيد بالعري المري. تهانينا للجميع والناموس. بسم الله الرحمن الرحيم أيها الحفل الكريم، مشاهدين الكرام، في هذه اللحظات ينطلق الشوط الرابع، والشوط الرابع مخصص للقاء الجعادين المهجنات الأصالة.